مرحبا، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وصحه وعافيه. اليوم رجعت لكم بوصفه جديده كلش سهله وبسيطه وموجوده المكونات وبكل بيت. حبيت اسوي لكم اليوم لقمه الباشا. لقمه الباشا حلويات تركيه كلش طيبه. تابعوا المقادير وطريقه العمل ونقول بسم الله. مقادير: عندنا كوب طحين، نضيف كوب شكر نفس مقدار كوب الطحين، نضيف الظرف فانيلا واخلط المواد كلها سوية الجافة، نضيف لتر حليب كامل لتر، ما ندير الحليب نحنا ندير نخلط اللي كتل عندنا الطحين كله على البارد، بعدين ننتقل للطبخ. هسا راح ننتقل للطبخ. نضيف معلقة زبد صينية ونصب بها جوز الهند المبروش أو جوز نرجيلة بهاي الطريقة، نوزعه نترس اشكوش فراغات لما ما نريد يصير فراغات عندنا. ضمن الحشوة صارت جاهزة. راح اساويها، خليها كلها تصير عدله من نقطعها نشوفها كلها متساويه سويه، وراح اطلعها للبلكون بدون ما ادخلها الثلاجه. عندي البلكون كلش بارد، اتركها مده ساعتين ومن بعدها نرجع نقطعها. هاي كلش حلو طيب، بس ساعتين يفيدنا برمضان يعني بعد الفطور. هذا الحلو اسمه لقمه الباشا، حطعمكم اليوم حلو الباشا اللي ياكله. حتى لا تقولون بس الباشا اكلوه، انتم هم راح تاكلون منه. عندنا الحشوه راح نسوي كريم شانتيه. احنا هنا عندنا اكياس كريم شانتيه، انا شفت بالعراق يعني كش بالوزن يعني كميات كبيره، احنا ما عندنا هنا من هاي الشغلات. هاي كل زينه كميات كبيره عندنا، احنا نشتري هاي باكيتات يطلع بها ظرفين نستخدمها. هسه صبينا الكريم شانتيه، راح نبدي كوب حليب بارد كلش بارد، اقسمه بين مرتين الحليب واشتغل. اليوم انا ما راح اسويها بمضرب الكهربائي، راح اسويها بمضرب اليدوي. من التدخن ارجع اضيف ما تبقى من الحليب. الكريمة عندنا خلصت صارت جاهزة، ننتظر ان لقمة الباشا تبرد ومن بعدها نزينها. تركناها لحد ما بردت. هسه ايش راح نسوي؟ راح نصب الكريمة نوزعها على عدد يعني كل المكونات بهاي الطريقة. نفجي الكريمة، اذا ما عندكم كريمة تقدرون تسوون محلبي كاكاوي او مربى اذا عندكم بالبيت موجود. نعدلها بهاي دي، خلصنا. راح نتركها شويه هم تبرد ومن بعد نبدي نقطعها. راح نبدي نقطعها بهاي الطريقه. هذا شكلها. هاي الطريقة الثانية، انتم اي طريقة تناسبكم تقدرون تسووها. وصفتنا كانت اليوم، راح نزينها بحبات من الفراولة.
إذا عندكم فستق أخضر بعد أحلى، بس اليوم أنا عندي فراولة تازة حبيت أزين بيها، إن شاء الله يعجبكم. وصفتنا اليوم كانت، إذا عجبتكم لا تنسونا باللايك، إذا أنتم ما مشتركين بقناتنا اشتركوا وفعلوا الجرس حتى يتصلكم وصفاتنا الجديدة إن شاء الله. أترككم في أمان الله، مع السلامة.